أطلق سفراء السعادة تطوع مبادرة نبرد عليهم، وذلك تعزيزا لرؤية القيادة الرشيدة في أن يكون أو تكون الإمارات الأسعد عالميا. نتحدث أكثر عن هذه المبادرة مع ضيفنا في الاستوديو محمد الكشف، عضو المجلس الوطني الاتحادي، أكيد راح يحدثنا عن أكثر التفاصيل. صباح الخير، الله يعطيك الصحة والعافية. صباح الخير أخوي أحمد، صباح الخير أختي لميس. دائما دبي ما شاء الله نصبح عليهم من خلال مؤسسة دبي للإعلام، شاكرين لكم هذه البرامج الجميلة دبي اليوم والبرامج اللي تقدم حقيقة رسائل إيجابية صباحية كل يوم. هذا واجبنا، والشيء الثاني أنتم اللي تقدمون الرسائل الإيجابية، تخلونا تكونوا معانا في هذا الاستديو على أساس أيضا المجتمع يعني يستفيد مثل هذه المواضيع. نعم المواضيع. كنا في البداية خلنا نتكلم عن أيضا كيف تؤدي هذه المبادرة على تعزيز رؤية الإمارات الرشيدة بأن يكون شعب الإمارات على مؤشر السعادة. نعم، ولله الحمد مبادرة أطلقت من 3 سنوات برعاية كريمة من الشيخ حميد بن عمار بن حميد النعيمي، راعي هذه المبادرة، واستمرت على مدى 3 سنوات ولله الحمد، طافت وجابت إماراتنا 7، وكانت في مشاركات حقيقة من كثير من الشخصيات البارزة في مجتمع دولة الإمارات. فكرة بسيطة برد عليهم أو مبرد عليهم، هاي الفكرة اللي يعني تشارك حقيقة كل فئات المجتمع في التواجد والعمل التطوعي. يمكن نحن نقدم عصير أو مشروب الماء هذا أو كوب ماء وهو موجود عندهم، لكن بطبيعة الحال لما تتواجد في مثل هاي الفعاليات تلمس مشاعر أخرى موجودة، مشاعر يعني ألفة غير طبيعية في دولة الإمارات. مجتمعنا ولله الحمد مترابط، وكل هذا الترابط يأتي من خلال رؤية القيادة الرشيدة. نحن اليوم من أسعد شعوب العالم ولله الحمد، نحن اليوم عندنا رؤية الحياة الكريمة في مجتمعاتنا الآمنة، كثير من المبادرات اللي تخدم مجتمع دولة الإمارات. لذلك أطلق هذا الفريق، عندنا فريق سفراء السعادة ب يعني هذه المبادرة من ضمن المبادرات اللي نطلقها بشكل مستمر. جميل. طب مبادرة نبرد عليهم، يعني كيف يتفكرت هاي المبادرة وشو هي أهم أهدافها المجتمعية؟ نعم، هي تقريبا بدت من الصيف، نحن صيفنا ولله الحمد يعني جو حار بزيادة شوي، وأكيد لما نطوف على الشارع ونشوف بعض العمالة اللي تعمل وبعض الناس اللي في الخدمات الخارجية نحس أنه يحتاجون أقرب شيء الماء أو أكثر شيء يحتاجون الماء. فكانت هاي المبادرة أطلقت بالتعاون مع أول دورة مع شباب مجلس شباب عجمان، واستمرت المبادرة بعد ذلك في تقريبا 3 سنوات مع انطلاقتها بعد الجائحة مباشرة، يمكن من أولى المبادرات اللي اطلقت بعد الجائحة بشكل مباشر في مختلف إمارات الدولة، وغطينا الإمارات 7 في تواجدنا فيها. ما شاء الله عليكم، يعني هل هي مختصرة على فئة معينة أو مفتوحة لكل الفئات؟ لا، هي نحن نختار الناس اللي في المواقع. دائما نحن عندنا حتى بالتعاون مع الدوائر المحليه والاتحاديه، مثلا برنامج الشيخ زايد للاسكان، نعم، في عندهم موقع كثير وكبير للعمال. صحيح. تجمع كبير في هذا المكان، نحن نتعاون معهم، نروح لموقعهم، نرتب الاغراض اللي عندنا، التوزيعات تكون بطريقه معينه، الاشياء اللي يحتاجونها في فتره الصيف من سناكات، وجبات خفيفه، من عصائر معينه، من فرحه مشاركين واكيد داعمين لهذه المبادرات. عندنا اطفال يشاركون، عندنا كبار يشاركون، عندنا المرأة تشارك، عندنا المقيمين يشاركون، يعني مشاركات مفتوحة للجميع. جميل. إذن يعني طبعا شعب الإمارات شعب محب للخير. نعم. خبرنا عن عدد المتطوعين وهل يمكن نقدر نشارك وياكم ونساعد ونتطوع كذلك؟ نعم أكيد، طبعا نحن في دولة الإمارات عندنا رسائل كثيرة من التطوع، شفناها في كسبو 2020 يمكن كانت من أبرز العمليات التطوعية اللي أشادوا بها كل الدول، لأن عندنا أكثر من 195 دولة مشاركة. فعملية التطوع ورسالة التطوع رسالة دولة الإمارات السامية دائما. نحن فريقنا يتكون تقريبا من 80 عضو، يعني على ما بقول لك حصريا دائمين، لكن 80 عضو قابلين للتغيير، لأن التطوع اليوم باب مفتوح للجميع. ففريقنا التطوعي متعلق بالسعادة، اسم فريق سفراء السعادة التطوعي. دائما نحن نبحث عن المبادرات اللي فيها نوع من السعادة، فيها تترك أثر سعيد على المستقبلين هذه المبادرات. فالعمل التطوعي في هذا المجال مفتوح للجميع للمشاركة، أنتم بتشاركون أخت أبو أحمد، أختي لميس، السادة المشاهدين، المتابعين، كل حد يتابعنا اليوم مفتوح للباب للمشاركة في عديد من المبادرات، من ضمنها مبادرات برد عليهم، عندنا مبادرات كذلك شتوية تطلق في الشتاء.
مثل هاي المبادرات ذكرنا بأن على مستوى دولة الإمارات الكل يشارك، إذا كانت طلبات من برا الدولة هل راح يكون عندكم استعداد أنكم تستقطبون مثلا هذيل المتطوعين؟ أكيد نحن نشوف، نحن بالنسبة لنا عملية التطوع تخضع لبرامج معينة حسب ما تمشي وزارة تنمية المجتمع. اليوم نحن من الفرق اللي نعتمد أكيد على المصدر الأساسي، نحن في دولة بحكم أن المجلس الوطني لازم نتكلم شوي بجانب صحيح. الأمور القانونية اللي تمشي فيها، نحن اليوم نمشي ونعتد بوزارة تنمية المجتمع هي المظلة لعملية التطوع في دولة الإمارات، فأكيد نحن اليوم نمشي على الشروط الموجودة والمتاحة للتطوع، عملية التطوع تكون عملية سليمة، نطلب الأوراق المطلوبة اللي تثبت يعني دائما التعامل مع المتطوعين، وهذا شيء نحن نفخر فيه دائما ونتفاخر في حقيقة في دولة الإمارات بأن العملية التطوعية وصلت لمستويات عالية في العالم والله الحمد. جميل، طبعا اليوم الإعلام له دور وايد مهم في إيصال رسالتكم للناس وللمجتمع، اليوم مو بس إعلام تلفزيون وإذاعة، هناك كذلك وسائل التواصل الاجتماعي، شو أهمية وسائل التواصل الاجتماعي وكذلك المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي في رسل في نشر رسالتكم؟ صحيح 100%، اليوم نحن عندنا قنوات تلفزيونية، عندنا قنوات إعلامية، عندنا سوشيال ميديا، هذه مهمة في مبادراتنا التطوعية، لأن نحن نجوب الإمارات السبع اليوم نحتاج أهل الإمارة تفجير مثلا للسوشيال ميديا لتغطية هذه الفعالية علشان أكثر حصيلة تشارك معنا والناس تشوف هذه المبادرات. اليوم استقطابنا نحن من خلال السوشيال ميديا، المؤثرين أمانة روحهم يتصلون، أغلبيتهم يبغون يشاركون معنا في مثل هذه المبادرات. اليوم المشاركة يعني تترك أثر إيجابي في المحيط اللي أنت تعيش فيه، فأكيد مواقع التواصل هي أداة من أدواتنا نحن لعمل النشر لهذه المبادرات المجتمعية، استقطاب المساهمين أيضا في من خلال السوشيال ميديا، الصفحات اللي موجودة الرسمية، الدوائر المحلية أيضا تشارك معنا، بل الوزارات تشارك معنا، يعني استضفنا كثير من المسؤولين في الوزارات الخاصة في دولة الإمارات عدنا في مثل هذه المبادرات، وأكيد نشد عليها دائما لأن هي قدوة ويقتدي بها الآخرين. جميل جميل. طيب. متى أقرب مبادرة عشان نشاركها لو أحمد؟ سوري قطعتك. إحنا مخصصين تقريبا كل سبت في إجازاتنا، كل سبت نمر إمارة من الإمارات، والحين بدأ الجو يتغير ويتعدل، فأكيد بتكون مبادراتنا الختامية في القريب العاجل، لأن ندخل في الجو البارد بتكون مبادرات جديدة إن شاء الله قادمة. إذن كل سبت. كل سبت. إن شاء الله السبت الجاي إن شاء الله. لذلك أنا كنت أسأل عن مدى استمرارية هذه المبادرة، لأن أيضا قلت عندكم عدة مبادرات، فكل مبادرة كم يمكن يكون لها من الوقت؟ يعني نحن عندنا مبادرات يعني قصيرة المدى وعندنا قصة طويلة المدى حسب الخطة اللي نضعها في اجتماع الإدارة في الفريق. نحن عندنا الرسمية والمستمرة هذه الصيفية والشتوية، توفير الملابس الشتوية لبعض العمالة وتوفير المياه المبردة في الصيف، يعني هذه في الصيف وهذه في الشتاء، هذه ثابتة تأخذ المجال الصيفي والشتوي نفس النظام. المبادرات الأخرى اللي تطلع عندنا مثلا عودة المدارس، عندنا استقبال الحجاج، عندنا كثير من المبادرات صراحة سلطنا عليها الضوء بالتعاون مع مطار دبي، كانت عندنا مبادرة كبيرة صراحة في 2019 بمناسبة ذهاب الحجاج، فكانت مبادرة لها أثر كبير للحجاج في هذاك الوقت، فمبادرتنا المتنوعة اللي تترك أثر سعيد موجودة ومستمرة وفيها الثابت وفيها المتغير. جميل، إذن السؤال الأخير، كيف لقيتوا ردة فعل العمال البسطاء يعني من خلال مبادرة مبرد عليهم؟ نعم، أنا يمكن في بداية حديثي قلت أن نحن بس ما بنقدم لهم الماي، لأن الماي في الشركات موجود والعصائر موجود وكل هذه الأمور موجودة، لكن نحن نستقطع جزء بالتعاون مع مسؤولينهم لراحتهم في هذا الوقت ونعطيهم هذه العلب من الماي والعصير والأيس كريم بعد، يعني حتى الأشياء المبردة الثانية الأخرى متواجدة، عندنا رعاة ما شاء الله من كل مكان يدعمونا في مبادراتنا، فهذه العملية تترك أثر سعيد بالنسبة لهم، ونشوف الابتسامة، ويمكن أغلب صورنا تبرز هذه أو تبرز عفوا هذه الملامح الجميلة. الهدف الأساسي هو الابتسامة بعيد عن كل التوزيعات أو كل البرامج الأخرى، فهي تأخذ قالب كامل متكامل، نحن عطيناه راحة، عطيناه شيء برد عليه في الوقت الحار، وعطيناه ابتسامة زرعناها فيه وترك أثر. جميل الله جدا، يعطيكم الصحة والعافية، الابتسامة دائما إن شاء الله على وجوهكم على وجوه أيضا المتابعين. محمد الكشف عضو مجلس الوطني الاتحاد، شكرا جزيلا لك. شكرا لكم، يعطيكم العافية، مشكورين.